عفاف اقفلي بتاع الرعب ده، عايز اقول لك على حاجه. اصبر عليا، عايز اشوف البطل هيعمل ايه بعد ما عينيه اتخزقت. اتخزقت؟ انا ليكي عندي خبر بمليون جنيه. ربنا يستر من اخبارك دي. ها اتحفني اتحفني. انا اتعرفت على مستثمر خليجي واقنعته انه يمول المدرسه الحكوميه معانا. انت بتتكلم بجد؟ اه، اتفقت معاه كمان ان احنا ما نمولش بس المدرسه دي. تقصد ايه؟ اقصد انه هيمول لنا 3-4 مدارس في مناطق تانية. ياه، للدرجه دي؟ ده حته راجل نار نار. هو ايه ده اللي نار؟ حماسه حماسه نار. هطلبه لك عشان تتعرفي عليه. ايوه ابو عابد، انا قاعد مع ميس عفاف اهي وحكيت لها كتير عن حماسك. خد، عايز اسلم عليك. ابو عابد ابو عابد. الو، مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا. يا هلا يا هلا يا ام ارشميدس، كيف حالك؟ ايش اخبارك؟ كله تمامك؟ والله ابي اتعرف عليكم من زمان. اول ما عيني وقعت على هذه المدرسه قلت شنو هاي؟ والله ابي اشارككم باموالي وثرواتي وملاييني ويوروهاتي ودولاراتي وفلساتي. ارسلي لي فلنتينو هذا الاسبوع وقع معاك كونراتو ونبدا بسم الله. طبعا طبعا يا فندم، ده شرف لينا. ان شاء الله ان شاء الله. معاك فالنتينو اهو، اتفضل. ايوه ابو عابد، يومين ثلاثة بكتير وحكون عندكم. طيب، مع السلامة. مع السلامة. في رعاية الله. 50 جنيه تجوال؟ وبجد ولا ايه يا خالي؟ راجل طيب قوي. يا رب خير، حق لو ده حصل هتبقى ضربة في مقتل لبهاء فتحي.